أقرأ من إنجيل القديس لوقا الفصل 24. ثم قال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا ما زلت بينكم، أنه لا بد أن يتم كل ما كتب عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير. ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب وقال لهم: هكذا قد كتب، وهكذا كان لابد أن يتألم المسيح ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وأن يبشر باسمه بالتوبة وغفران الخطايا في جميع الأمم انطلاقا من أورشليم، وأنتم شهود على هذه الأمور. كلام يسوع تلميح واضح لكل المرات يلي تنبه فيها لما كان بين تلاميذه على هالأرض بألامه وموته وقيامته. نعم، الكتاب العهد القديم، كتب الشريعة والأنبياء والمزامير اتنبأوا عن المسيح عن آلامه وموته وقيامته. المسيح المرسل من قبل الآب حل بيناتنا حتى يتحمل مع البشر الآلام، متضامنا مع الفقراء والمظلومين والحزانة والمرضى والمضطهدين والأبرار والشهود الثابتين وسط التجارب والمحن، حتى يعزز فيهم الثقة والرجاء ويتحمل الآلام تضامنا مع الخطأ والظالمين. وآلامه بتكون آلام فداء عنهم، يكفر عن خطاياهم ويغسل خطاياهم بدمه المهراق، وداعيا إياهم للتوبة والتجدد. وهيك ربنا المتجسد بالمسيح طبع آلام البشر أجمعين بطابع الثقة والحب والأمانة والرجاء والتسليم والانتصار والاهتداء والتوبة. وبهدي هالبشرى اللي بدون يحملوها التلاميذ إلى العالم كله، بشرى آلام وموت قيامة المسيح الخلاصية بالحب والفداء، بدهم يدعوا البشر يلمسوا يختبروا حب الله لإلهم ويتوبوا ويتجددوا ويرجعوا للأمانة والثقة والتسليم كلي لإلهم. والرسل اللي قال لهم يسوع: أنتوا شهود على هذه الأمور، بعد ما رافقوه بحياته بتبشيره بأعماله ألامه وموته وقيامته، نحن بدورنا على خطاهن مدعوين. نحن والتزمنا بالمسيح واعتنقنا شخصه ونهجه ورسالته، اعتنقنا إنجيله، مدعوين نخلي ألام المسيح تنطبع فينا، آلام الحب والثقة، آلام الفداء، آلام التجدد بالروح القدس، فنحن بكل مراحل حياتنا ولا سيما مراحل آلام نكون علامات حية لفداء المسيح المتوج على الجلجلة فالقيامة بالمجد. أعطني يا رب روحك القدوس
حتى يفتح لنا دائما أذهاننا ونفهم الكتب، وفي ضوء الكتب نفهم أحداث حياتنا الشخصية والجماعية والبشرية عامة، وهيك نحن عم نفهم نشاركك بعمل الفداء، بعمل تحقيق تدبيرك الخلاصي والسعي مع إخوتنا البشر إلى عالم أفضل. من خلال ومع ورغم كل المعاناة والألام، وهيك نكون مثلك، جراحك مطبوعة بجراحنا، تضل هي شهدي لفدائك وانتصار الفدا. نعم يا رب، أعطينا حتى نتابع مسيرتنا بهالروح وبهالنهج على خطى أمنا مريم وعلى مثالها وبشفاعتها وكل الرسل والقديسين، لك المجد إلى الأبد آمين. افتح يا ربي باب السماء.